في مستشفى 20 غشت قررنا نضمو في اطار الاحتفال بهذا العشر الاواخر تاع رمضان نضمو واحد الاحتفال نجيبو فيه شويه الوليدات نخرجوهم من بلاصه ديالهم في ناعسين ونخرجوهم شويه هنا في ساحه المستشفى ونفرحوا بهم ونتقاسموا معهم شي شويه لحظات الفرح. وكيف ما كتشوفوا راه معنا مجموعه من الفنانين ومن الناس اللي معروفين وبعض الجمعيات اللي زعما كنشكرهم انهم انضموا لينا باش مكننا اننا ننظموا هذا الاحتفال ونفرحوا بتيك الوليدات. السلام عليكم. انا هنايا معروض في هذه البادره الجيده والجميله اللي كتقوم بها 20 غوش من اجل الاطفال هنا المصابين بالسرطان والمصابين بالمرض. وهذه البادره جيده زوينه كما كنقولوا كنعطي واحد الابتسامه واحد الضحكه لهاد الناس هادو اللي كاينين سواء العائله ديالهم سواء هما. وكنجيو كنفطروا معاهم لان حنايا ما نكذبش عليك حنا انا باغي نشكر هاد الناس اللي تاحوا لي الفرصه باش نجي باش كنحضر معاهم باش كنفطر معاهم باش كنبرك معاهم نجلس معاهم لان بادره جميله جدا كتقوم بها سواء الرئيسه هنايا او 20 غشت. شكرا.